سوف نستمع اليوم إلى بيانات السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ليتفضل السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف بإلقاء بيان سيادته عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. شكراً سيادة الرئيس. عفوا فندم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين، وعلى خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي المستشار الجليل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، السادة النواب المحترمون، يسعدني أن أكون مع حضراتكم اليوم تلبية لدعوة مجلسكم الموقر، لأطلع حضراتكم على ما تم في ملفين من أهم الملفات، هما ملف الخطاب الديني وملف الوقف وخدمة المجتمع، مستفيداً بكل تأكيد من ملاحظاتي ومناقشات حضراتكم، سواء في إتمام المسار أم في إعادة النظر في بعض جوانبه، مع إيضاح فلسفة ما تطلبون إيضاحه في تناول الوزارة لملفاتها المتعددة. ولا يمكن لبشر أن يدعي الكمال في شيء، فالكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله، وحسبنا أن نبذل أقصى الوسع في خدمة وطننا وديننا والأمانة التي نتحملها. وإن لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. الملف الأول هو ملف الخطاب الديني، ونوجز الكلام فيه في نقاط. أولاً، إيماناً منا بأن الولاية على المساجد من الولايات العامة للدولة، كالولاية على الجند، أو الولاية على الشرطة، أو الولاية على القضاء، أو الولاية على الأسواق. كان لابد من وضع خطة واضحة لاستعادة المساجد من مختطفيها وغل يد المتطرفين وغير المؤهلين عنها، مع العمل الجاد والدؤوب على تصحيح وتصويب مسار الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يبني ولا يهدم، يؤمن بالتنوع والتعددية وقبول الآخر، ويعمل على ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، والإسهام في إحلال السلام العالمي ومجابهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين. وكان ذلك في مقدمة أولويات الوزارة. والحقيقة يعني بدأنا بعدة نقاط، كانت هناك دعوات كثيرة ودائمة إلى تنقية كتب التراث أو الأخذ من التراث بما يناسب العصر، وجعلنا ذلك أولوية في مجال التأليف والترجمة والنشر، واستطعنا خلال الفترة الماضية إخراج ما يزيد على 180 مؤلفاً ومترجماً. يسعدني أن أطلع حضراتكم على بعض العناوين لندرك إلى أي مدى وصلت قضية تجديد الخطاب الديني. الشنطة فين؟ فمثلاً في مجال الخطابة، كانت هناك شكوى دائمة من أن الخطب تقليدية ومكررة ومعادة وتدور حول موضوعات محددة. وضعنا خطة متوازنة، لأن إذا حدثت أزمة أخلاقية كان التساؤل أين الخطاب الديني من قضية الأخلاق، وإذا حدثت قضية
تتصل بقضايا المرأة مثلاً، أين الخطاب الديني من قضايا المرأة؟ وإذا حدثت قضية أو من كان مشغول بالبعد الاقتصادي، أين الخطاب الديني من قضايا العمل والإنتاج؟ فكل ينظر بالزاوية التي تشغله، ونحن وضعنا خطة ذات أحمال نسبية موزعة على مدار العام. موضوعات تعالج قضايا العمل والإنتاج، موضوعات تعالج قضايا مواجهة الفكر المتطرف، موضوعات تعالج قضايا المرأة. وعندما نتحدث لا نتحدث عن خطة ستطبق، ولكن سنتحدث عن جزء مما طبق. الخطب اللي بتشغل المجتمع، وسيكون ذلك متاحا لمن أحب من السادة أعضاء المجلس مستعدين نوفر لكل السادة الأعضاء، عملنا 100 خطبة في قضايا الساعة. 100 خطبة مش مقترحة، ده خطب أديت بالفعل في مساجد الجمهورية. لما نيجي ناخد بعض العناوين السريعة هنجد إن أول موضوع مثلا أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع. حضراتكم ويمكن لأي كاتب أو مفكر أن يكتب عن التخطيط ما يحب أفضل منه 100 مرة، لكن أن يتم قضية التخطيط من زاوية دينية فهذا هو الجديد. مبدأ الحق مقابل الواجب، لأن بعض الناس يبحثون عن حقوقهم ولا يبحثون عن الواجب الذي يؤدونه، والقضية لا تعتدل إلا بالميزانين، مبدأ الحق مقابل الواجب. فكما أبحث عن حقي يجب أن أؤدي الواجب الذي علي. احترام النظام العام، مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر. فمثلا في هذه الخطبة اللي هي مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، قلنا كل من دخل بلدنا أيا كان، سائحا أو زائرا أو سفيرا أو ضيفا أو مقيما أو مشاركا في منتدى رياضي أو أي شيء، فقد أخذ عهد الله وأمانه بمجرد تأشيرة الدخول أو ختم الدخول أو إذن الدخول. يجب علينا أن نحترمه وأن نفي له بكل حقوقه، بل أن نكرم وفادته لنظهر الوجه الحضاري لديننا السمح وحضاراتنا العريقة. أيضا من سافر منا وأخذ تأشيرة أي بلد للدخول إليها، فكما أن التأشيرة عهد أمان له فهي عهد أمان عليه. يجب أن يحترم نظام وقوانين البلد التي منحته هذه التأشيرة. أيضا عالجنا مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين للخارج، خصصنا برنامج كامل للهجرة غير الشرعية، وقلنا حرمة الدول كحرمة البيوت، فكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه، لا يمكن أن تدخل دولة بدون إذن السلطات الرسمية المخولة قانونا بإذن الدخول فيها. لا يدخل عن طريق جماعة ولا عن طريق التهريب ولا عن طريق قبيلة، وجعلنا ذلك أحد البرامج الخاصة في الوزارة. قضية القضية السكانية، روح العمل الجماعي، هذا نموذج لا أطيل لأن الوقت يعني صراع الوقت، لكن الكتاب سيكون متاحا لمن أحب من السادة النواب. أيضا أرجو عدم المقاطعة إطلاقا، دعوا معالي الوزير يلقي بيان من فضلكم. بعد ذلك عملنا عدة مؤتمرات دولية دعي إليها عشرات الوزراء والمفتين، وأخرجنا عددا هاما جدا لا أطيل. أولها ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وده في تفنيد قضايا التكفير والتفجير والرد على الجماعات المتطرفة من واقع دراسة أيديولوجياتهم وكتبهم المنشورة والرد عليها ردا علميا. يلي كتاب خطورة التكفير والفتوى بدون علم، كتاب بناء الشخصية باعتبار أن الدين أحد أهم العوامل التي تشكل بناء الشخصية ولا سيما في عالمنا العربي والإسلامي. أيضا هذا الكتاب هام جدا رغم صغر حجمه،
لأنه يتصل حتى بما نحن فيه، فلسفة الحرب والسلم والحكم، لأن ده بيفند أباطيل الجماعات المتطرفة التي تعمل وتقول إن الدول لا تحكم بما تحكم بغير ما أنزل الله، وإن القوانين الوضعية. وبينا فيه أن الإسلام وضع المقاصد العامة، أما التفاصيل فإن تشريع القوانين وما يقوم به مجلسكم الموقر والهيئات القضائية من تشريع قوانين في ضوء القواعد العامة أمر شرعي لا تتم مصالح البلاد والعباد إلا به. هناك قضية فقط أقولها في هذا الكتاب، لأننا أعدنا كتابة السيرة النبوية كاملة. ليه أعدنا كتابة السيرة النبوية؟ حاولت الجماعات التي تاجرت بالدين أن توظف كتابة السيرة النبوية توظيفا لصالحها، فركزت على جانب واحد فقط وهو جانب الغزوات. تدخل إلى الكتاب تخرج آخر صفحة في الحديث عن غزوة بدر، الصفحة التي تليها غزوة أحد، تخرج من غزوة أحد إلى غزوة الخندق، وكأنهم يريدون أن يبعثوا الحماس في نفوس شبابهم. بينا الجانب العظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب طبعناه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهن والحرف والصناعات اليدوية، لنؤكد الجانب الآخر. وبينا أن لفظ غزوة لم يرد في القرآن الكريم ولا مرة واحدة، لم يرد لفظ غزوة. القرآن سماها يوم، ويوم حنين، يوم الفرقان، والكتب القديمة تسميها أيام ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه. ما الفرق بينهم؟ الغزوة كأن الإسلام قائم على فقط الغزو والاعتداء. جميع هذا الكتاب يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب دفاعية، وإلا من يسمون غزوة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محاصرون في المدينة، من الذي غزا من؟ هل كانت في الخندق يوم الخندق، هل كان المسلمون في حالة اعتداء أم في حالة دفاع وحالة صد؟ حتى بالمفهوم اللغوي لا تسمى غزوة، أطلقنا ذلك. أيضا عملنا كتابين في عمق المواطنة، الأول وهو أول كتاب يصدر من نوعه حماية الكنائس في الإسلام، وأكدنا أن من مات منا دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن المسجد، لأن المستهدف هو الوطن. ثم طورنا الكتاب قانونيا في بحث قانوني طويل إلى حماية دور العبادة، وعقدنا مؤتمرا كبيرا حول بناء الدول وفقه بناء الدول، وهذا شارك فيه أكثر من 200 عالم ومفتي ومفكر، ثم لخص وأكد على قضية المواطنة المتكافئة. وفي قلب منبر الأمم المتحدة في جنيف، وكان هناك مؤتمر دولي كبير، قلنا لهم عقد المواطنة هو الحل في بناء الدولة العصرية الحديثة. المواطنة الكافئة المتكافئة التي تقوم على عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وكان ذلك مسار اهتمام بالغ في قلب الأمم المتحدة. لما جاءت أحداث كورونا على الفور أخرجنا كتابا هاما، فقه النوازل كورونا المستجد أنموذجا. خلاصة هذا الكتاب، كان غالبا بعض علماء الدين، البعض كان يفتي في بعض القضايا العلمية أو السياسية يفتي فيها دون مرجعية علمية. قلنا في القضايا العلمية والقضايا الطبية والقضايا الحياتية رأي الدين يبنى على رأي الطب ولا يسبقه. رب العزة عندما يقول فاسألوا أهل الذكر، لم يقل اسألوا أهل الفقه ولا أهل التفسير ولا أهل الحديث. أهل الذكر يعني أهل الاختصاص، نسأل أهل الطب في الطب، وأهل الهندسة في الهندسة، وأهل السياسة في السياسة، ثم يأتي الرأي الديني مبنيا على الأسس العلمية. وأكدنا أن الفقه ليس بديل الطب، وأن الدعاء
ليس بديل الدواء، فنحن في حاجة إلى الفقه والطب معا، وفي حاجة إلى الدواء والدعاء معا. أيهما أولى، الفقه أو الطب؟ الأولى ما يحتاج إليه الوطن، فإن كان في الوطن من الفقهاء ما يقوم بحد الكفاية فالأولوية للطب، وإن كان في الأطباء ما يقوم بحد الكفاية فالأولوية حيث تكون الحاجة. وقلنا إن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وأن كل ما جاء في شأن العلم في القرآن والسنة هو في مطلق العلم النافع. ثم تعاوننا مع عدد من الوزارات، من أهمها وزارة الثقافة، وأخرجنا عدة مشروعات، أولها وربما أشارت إليه زميلتي معالي وزير الثقافة، هذه المجموعة مجموعة رؤية للفكر المستنير، أخرجنا منها حتى الآن 30 عدداً، وهي موجهة إلى الشباب في كتيبات أشبه بكتيبات الجيب، يمكن أن توضع خفيف بالإجمالاً، سعر النسخة 5 جنيهات، ميسرة الثمن وأيضاً ميسرة الحمل، وتتناول قضايا منها قضية يعني مثلاً على سبيل المثال فيها فقه الدولة وفقه الجماعة، فقه الدولة يبني وفقه الجماعة يهدم، فقه الدولة فقه جماعي وفقه الجماعة فقه نفعي، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب. وبهذه المناسبة سنعقد مؤتمراً دولياً كبيراً بمشاركة دولية واسعة من الكتاب والمفكرين والإعلاميين في 13 و14 من مارس المقبل بإذن الله تعالى. في كتاب اسمه مفاهيم يجب أن تصحح، ده بيقاوم قضايا التكفير وكل هذه القضايا، هذا الكتاب تم بيع منه 650,000 نسخة في عام واحد. ربما يسأل بعض السادة الحضور يعني الكتب دي مش، لا الكتب دي أولا ما زال الشعب المصري حيويا ويقع، وأنا بقول أرقام، كتاب مفاهيم يجب أن تصحح تم بيع أكثر من 600,000 نسخة في عام واحد. هذه المجموعة والإحصائية في الهيئة العامة للكتاب في عام واحد كانت نسب المبيعات بتتراوح ما بين 30,000 و60,000 للنسخة الواحدة. هذا كمان عمدنا إلى حاجات ترغب الشباب، عملنا ما يسمى بالكتاب المرئي والكتاب المسموع والكتاب المقروء. موقع الوزارة يتابعه أكثر من 27,000 زائر ومتابع، وأكثر من 1,000,000 على صفحة الفيسبوك. نزلنا هذه الكتب مرئية ومسجلة صوتية لإذاعيين، ومتلفزة مرئية ومسموعة، وقبل أحداث كورونا كنا ننشر خطبة الجمعة متلفزة بأكثر من 20 لغة، وكثير من دول العالم كانت تتناقلها. لذا كان المحور الثاني وهو رؤية المترجمة، ترجمنا في هذه الفترة أكثر من 100 كتاب، آخرها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية يطبع الآن، وهذه الكتب توزع على المكتبات الدولية ووصلت إلى جهات صنع القرار في كثير من الدول. أين الطفل؟ عملنا رؤية للنشر، هذه السلسلة موجهة أيضا للأطفال مع الهيئة العامة للكتاب، لأن كتب الطفل كانت بعض الجماعات اشتغلت عليها، وأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، وأي حد عنده أطفال عايز يجيب لهم كتب آمنة. فعملنا سواء بطريق الكوميكس أو بتحويل بعض الروايات العالمية إلى كوميكس للأطفال عن طريق كتاب محترفين في اتحاد الكتاب وأدب الطفل، أو سواء تقريب بعض هذه الكتب فكرة في كتاب، وآدي فن الكوميكس للأطفال بالكامل، لسنوات طويلة لم يظهر هذا ويركز على القيم والأخلاق والنظافة والمعاني السامية. أيضاً اهتمينا جداً بالخيال العلمي للأطفال، فادي كتابين الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال، وهناك كتاب قيد الإصدار أغرب من الخيال، الأشياء التي كانت خيالاً ثم تحولت إلى حقيقة لتحفيز ذهن الأطفال. أيضاً كان هناك عمل المطويات الموجهة السريعة للشباب والملتقيات، فعلى سبيل المثال أول مطوية
كانت بمناسبة أطلقنا مبادرة نتعايش باحترام متبادل لترسيخ أسس المواطنة بتركز على معاني المواطنة. بعديها في نقطة مهمة، مخاطر الإلحاد. أنا هنا بأكد إن دور وزارة الأوقاف مواجهة التطرف في جميع الاتجاهات، وأكدنا في أكثر من ندوة نواجه التطرف سواء أكان تطرفا يمينيا في اتجاه التشدد أم تطرفا يساريا في اتجاه الانحراف عن مسار القيم والأخلاق. وقلنا ونؤكد لن نستطيع أن نقضي على التشدد وأن نقتلعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والخروج على القيم بنفس القوة والحث، لأن مخاطر التسيب لا تقل عن مخاطر التطرف. فمنهجنا وحضارتنا وديننا وبلدنا قضية الوسطية، وأنا أكدت أن حتى الإلحاد في عالمنا العربي والإسلامي للأسف في الغالب العام ليس إلحادا فكريا، وإنما هو إلحاد موجه وممول وموظف لتفسيخ المجتمعات من داخلها. فإذا وجد في بعض الشباب ميلا إلى التدين حاول أن يجره في اتجاه التطرف الديني، وإذا وجد فيه ميلا إلى التحلل حاول أن يجره إلى الجانب التسيب تحت مسمى الإلحاد وأمور أخرى. أيضا بناء على اهتمامنا بمواقع التواصل عملنا دورات متخصصة لجميع الأئمة في التعامل مع مواقع التواصل، ومطوية خفيفة التغريدة والبوست، بل في كتاب أصدرناه فن الكتابات والجمل القصيرة التغريدة والبوست أنموذجا. بنأكد أن الأمور دي زي جهاز التلفزيون عندما صدر أو عندما استحدث هي وسائل يمكن أن نستخدمها في الخير ويمكن أن نستخدمها في الشر. فالمدح أو القدح لا يوجه إلى الوسيلة وإنما إلى آلية وطريقة الاستخدام. لهذا أنشأنا إضافة كمان إلى كل هذا، حاولنا أن نحول هذه الكتب إلى برامج تدريبية، فأنشأنا أكاديمية الأوقاف، وأنا شخصياً أدعو حضراتكم من أحب لزيارتها في 6 أكتوبر. لم أرى لا قبل الوزارة ولا بعدها أكاديمية لتدريب الآئمة في العالم في هذا المستوى إنشاء أو مضمونا، وهي موجودة في مدينة 6 أكتوبر، بها قاعة مؤتمرات مجهزة بالترجمة الفورية لأربع لغات، معمل لتعليم اللغات الأجنبية، ولدينا مسابقة سنوية للآئمة الموفدين باللغات الأجنبية ممن يجيدون اللغات ومن حصلوا على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. ووقعنا هذا العام بروتوكولات مع 19 جامعة مدنية زي جامعة الأزهر لسببين، عشان ندفع بأبنائنا من الأئمة للتسجيل بالدكتوراه في أقسام اللغات، في أقسام التربية، في أقسام علم النفس، في أقسام الحضارة. وهناك دورات تدريبية كان آخرها دورة في جامعة عين شمس، في جامعة أسيوط، في جامعة الأزهر، في جامعة العريش، وعلى موقع الوزارة. وعملنا على عدة مسارات في اللغة العربية، في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، في مهارات التواصل الإعلامي، وحاولنا نعمل عملية دمج وكسر لحالة الجمود أو التقابل. وحتى في الندوات التي تعقدها الوزارة تعقدها بشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونستضيف كتابا من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية والثقافية، وقلت لهم يمكن أن تختلف توجهاتنا ومشاربنا الثقافية لكننا نجتمع على نقطة واحدة هي مصلحة هذا الوطن. فعندما يذهب الإمام إلى جامعة عين شمس أو القاهرة فيجد محيطا جديدا وعالما ثقافيا جديدا ينمي معرفة، فنحدث نقضي على عملية القطيعة أو التقابل التي سادت لعقود بين هم ونحن علماء الدين والمثقفون. لا، يمكن أن نعمل معا على أرضية مشتركة. وأنشأنا مركزا لتعليم الحاسب الآلي والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي، تم اعتماده من شركة ICDL
وعلى موقع الشركة موجود كمركز دولي معتمد لمنح الشهادات، وخرجنا فيه 20 دفعة من أئمة وعظات الأوقاف. وبالمناسبة أكاديمية الأوقاف استقبلت عدداً من الأئمة والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم. آخر دورة كانت استضافة وفد من كبار الأئمة السودانيين في الخرطوم والسودان لمدة 2 أسبوع، وكان لها صدى واسع. والآن ونحن معكم الآن هناك قافلة تضم 6 أئمة، ولأول مرة لا أظن في تاريخ مصر بل في كل الدول العربية الإسلامية يكون هناك واعظات مؤهلات يخرجن بالدعوة خارج مصر. لدينا 5 واعظات الآن. أمس كنا يؤدينا دروس في الخرطوم، واليوم 2 منهم في النيل الأبيض، 2 من الواعظات واعظات الأوقاف اليوم يتوجهن لمدة 6 أيام لولاية النيل الأبيض، و3 واعظات لشمال وجنوب دارفور. والأخبار موجودة ليل نهار على التلفزيون السوداني وعلى موقع الوزارة، وده عمل حالة الحقيقة. وزير الأوقاف السوداني رجل مستنير ويتطابق معنا فكريا وينحى منحا كبيرا في مواجهة التطرف والتشدد، وده سرع وتيرة التعاون. والآن وفد مصري كبير لمدة 12 يوم في السودان، إضافة إلى إمامين موفدين إفادا دائما، أحدهما في ولاية الخرطوم والآخر في أم درمان، إضافة إلى الموفدين في مختلف دول العالم. وبالمناسبة مسألة دور مصر الريادي في الخارج، إحنا لدينا جامعة تتبع وزارة الأوقاف اسمها الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، موجودة في كازاخستان وفيها 3 كليات: اللغة العربية، أصول الدين، الشريعة. وأول جامعة إسلامية في العالم تحصل على الجودة لمدة 10 سنوات متتابعة، وكانت الجامعة الأولى بين استطلاع ل75 جامعة في كازاخستان، أخذت المركز الأول في الدراسات الإسلامية، وتمنح الليسانس والماجستير والدكتوراه في، وهي أهم جامعة إسلامية في وسط آسيا بالكامل. لدينا أيضاً المركز الثقافي المصري التابع لوزارة الأوقاف في تنزانيا في دار السلام، وأسندنا لشركة المقاولين العرب تطوير هذا المركز، وتم بالفعل وبه 3 معاهد أزهرية فيها مبعوثون من قبل وزارة الأوقاف لتعليم الدين واللغة العربية. هناك من يدرس في أوغندا، هناك من يدرس في السنغال من أئمة الأوقاف، لأننا عملنا بقوة على كان من أهم الأولويات قضية التأهيل والتدريب والتثقيف عن طريق برامج التدريب المستمرة والمسابقات المستمرة. بعدين باقي نقطتين، هناك برامج بقى سريعا كده عشان ننتهي من الملف الأول. المواطنة المتكافئة نعمل بشراكة كاملة مع جميع الكنائس المصرية، واستحدثنا برنامجا هاما لأول مرة. صحيح كان في عمل قديم ما بين الأئمة والقساوسة، لكن بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة أحدثنا برنامج عمل الواعظات والراهبات، وعملنا حملة اسمها طرق الأبواب مع المجلس القومي للمرأة، وصلت لحوالي 1 مليون بيت وأدوا أداء، وده عمل حالة من الجانب الوطني العالي. تمكين المرأة والشباب كما في مجلسكم الموقر. وزارة الأوقاف بطبيعتها العمل فيها أئمة وعمال مساجد، فتقريبا 98% من العاملين في الأوقاف بحكم طبيعة عمل الوزارة من الرجال، والسيدات عندنا أقل من 2% بحكم طبيعة العمل إده. ومع ذلك وأنا بتكلم الآن عندنا 19 قيادة نسائية في الوزارة، منهم 4 وكيلات وزارة، 11 سيدة مدير عام، 4 مدير إدارة. إضافة إلى أن احنا اعتمدنا اعتمادا كبيرا على الدفع بالشباب سواء في تولي العمل القيادي أم في المساجد الكبرى. زمان كانت مساجد زي
سيدنا الإمام الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة معروفة بأسماء معينة. حالياً اذهب صلي في أي وقت هتلاقي شباب، لكن تجد شباباً ربما لا تعرف اسمه لكن تعرف علمه وفكره إن شاء الله. تقريباً هكتفي بهذا الملف في الجزء اللي هو الخطاب الديني، وهننتقل إلى ملفات سريعة إن شاء الله لن أطيل. أول وأهم ملف بقى في الملفات الإدارية ملف تحسين أحوال الأئمة وما تم في فترة تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. هستأذنكم هنعرض الجدول أمامكم على الشاشة لأن دي أرقام حسابية لا مجال فيها للإنشاء. هنقول كده بإيجاز والملف هيكون تحت يد حضراتكم، عند تولي الوزارة وقبل تولي سيادة الرئيس كان بالجدول، ودي أرقام موثقة وموجودة، كان الإمام بإجمالي ما يتقاضاه 1288 جنيه. ده الإجمالي قبل الاستقطاعات. بعد الاستقطاعات كان ما يتقاضاه في إيده حوالي 860 جنيه فقط. الآن أقل إمام يتعين بالليسانس وليس بالدكتوراه، أول تعيين ليه 4075 جنيه بزيادة 216%. أما لو معاه دكتوراه 5000 جنيه بزيادة 253% عما كان يتقاضاه. أقل زيادة لأحدث إمام معين خلال الفترة دي بلغت 2787 جنيه، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة من الحاصلين على الدكتوراه الزيادة وليس الراتب 3943 جنيه. إضافة بقى إلى توفير الزي، هل هذا ما نطمح إليه وده اللي احنا آخر ما نتمناه للإمام؟ لا بالطبع، وكان الكلام توجيه واضح من سيادة الرئيس وتم إعلانه في احتفال الوزارة بالمولد النبوي قبل الماضي في وجود سيادة الرئيس، وكان تعهد يا سيادة الرئيس كلما استطعنا أن نعظم مواردنا الذاتية سنحسن تباعا أحوال الأئمة وجميع العاملين بالوزارة. هذا التحسين الجزء الأعظم منه موارد ذاتية. إجمالي ما تنفقه الوزارة من مواردها الذاتية بعيداً عن موازنة الدولة يزيد على 1,200,000,000 سنوياً، منهم حوالي 700,000,000 لتحسين دخل الأئمة. طب ده كان كم قبل كده؟ الأرقام موجودة. يوم أن توليت الوزارة كان كل الأموال الموجودة من جميع الموارد الذاتية 90,000,000 لا تكفي لمدة شهرين، والأرقام والمراقب المالي موجود 90,000,000. إحنا الآن بننفق سنوياً ما يزيد على 1,200,000,000 جنيه سنوياً، منهم 700,000,000 لتحسين أحوال الأئمة. وأنا بقول قدام مجلسكم الموقع إن شاء الله بإذن الله وزارة الأوقاف بمن يشاء الله أن يكون على رأسها إذا صارت على هذا النحو، فإن تحسين أحوال الأئمة والعاملين بالأوقاف من الموارد الذاتية سيسير بخطى سريعة. هديكم أرقام. طب جبت الفلوس دي منين؟ هنجيب الجدول الثاني. هيئة الأوقاف كان إجمالي ما تحققه هيئة الأوقاف بالكامل إجماليه حوالي 560,000,000 في السنة. هذا المبلغ تدرج من 560,000,000 بعد ما ضبطنا أحوال هيئة الأوقاف العام الماضي المالي من 560,000,000 إلى 1,540,000,000، من 560 إلى 1,540,000,000 بزيادة حوالي 900,000,000. إضافة صناديق النزور لما ضبطنا إيراداتها
زادت بما يعادل 400%. صحيح احنا مع غلق الاضاحى والظروف اللي بمر فيها في الفتره الحاليه في ظروف معينه، لكن كنا وصلنا من 7 مليون ل 30 مليون، وهكذا في اللجنه العليا للخدمات في كل المرافق استطعنا ان نعظم المراي. كانت الخطوه الاولى ان احنا الحقيقه كانت الاوقاف عباره عن حجج مركونه، والكلام ده مصور، واللي عملته وزاره الاتصالات مع وزاره المساحه، اوضتين ثلاثه فيهم حجج معذره يعني في كراتين او مربوطه ما اتفتحتش لها عشرات السنين. جندنا فريق من 80 موظف عمل عمليه فرز وتنظيم للحجج، ثم تعاقدنا مع وزاره الاتصالات لتحويلها الى الكتروني، ثم تعاقدنا مع هيئه المساحه، وده بالمناسبه عشان نعرف قد ايه بلدنا عظيمه وحضارتنا عظيمه، واللي موجود في مصر عبر تاريخ لم يوجد انسانيا في دوله، وانا قلت لا توجد دوله في العالم تملك من الرصيد الانساني والخيري ما تملكه مصر. هذا الاطلس حولنا ده بقى الى اطلس بمعرفه هيئه المساحه. الاطلس مش فيه بس الوقف، الاطلس فيه كل وقف، رقم التوليه يعني رقم الحجه الموقوف فيها، واسم الواقف، ومساحه الوقف، وما طأ عليه. خرج هذا الاطلس في كام؟ الاطلس اللي معانا، انا حد ظني من كبار الاعلاميين قال لي هو احنا في مصر ولا في اليابان؟ قلت له احنا في مصر، ومصر من اعظم الدول اللي المفروض تكون رائده في جميع المجالات. هذا المجلد خرج في 92 مجلدا، اوقاف مصر في 92 مجلد، واحنا مصغرين عشان المساحه، 92 مجلد، وده ما جعل احد كبار الكتاب يقول ان مصر مرت عليها ازمنه عديده لم يكن فيها جائع ولا محتاج، ولا محتاج لا من ابنائها ولا من المقيمين بها ولا من الوافدين اليها لكثرة خياراتها واوقافها ومحسنيها. وباذن الله بدعم حضراتكم نعيد ذلك مره اخرى ان شاء الله عندما نحصن معاملات الوقف. بالمناسبه رغم ظروف كورونا والاحداث والاحداث اللي بيمر بها العالم، هيئه الاوقاف في السبعه اشهر العام الماضي محققه 1,540,000، هذا العام في السبعه اشهر الاولى محققه نسبه نمو في الارباح والايرادات بالارقام. وبالمناسبه نسلم تقريرا شهريا بكل مليم يدخل وبالديون اللي لينا وما حصلناه منها لمكتب سياده الرئيس والامين عام مجلس الوزراء وللاجهزه الرقابيه، ويتم تدقيق هذه الارقام شهريا من جميع الجهات. حققنا نسبه نمو 20.8 محققين 163 مليون زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي. متوقع ان السنة دي نتجاوز 1,800,000,000، ولدينا خطة تفصيلية لو أعنا ربنا عليها يمكن بحد أدنى ان ترتفع الإيرادات في العام الذي يليه الى 2.5 مليار كحد أدنى بأرقام كل الأجهزة عارفة إن إحنا بنعملها إزاي وبإذن الله هنجيبها إزاي. فده يجعلنا نستطيع مستقبلا أن نحسن أحوال الأئمة والعاملين بالأوقاف. هننتقل إلى آخر ملفين. الملف قبل الأخير وده واجبنا، عمارة المساجد. وقلنا إحنا ضمنا عمارة المساجد مبنى ومعنى. أنا هديكم مؤشر، دايما أحيانا بعض الناس تقول لك الأرقام يعني ما حدش شاف أرقام. إحنا كل حاجة بنعملها، كل مسجد بنفرشه بننزل بنقول الأسبوع الجاي كل شيء موجود على الصفحة منذ أن تولينا إلى اليوم، تقدر تقول عدد المساجد اللي اتفرشت موجودة بأسمائها. حتى بالمناسبة الأئمة مش فقط مش بنديهم المبالغ المالية، حاولنا نحسن سلسلة رؤية دي، خدنا منها 25,000 مجموعة وزعنا على الجامعات، وزعنا 1,000 مجموعة على المدارس،
وزعنا على أندية الشباب، وزعنا على قصور الثقافة، وزعنا على الأئمة. فكل إمام إما أنه أخذ مجموعة كاملة أو مجموعة كتب. بدأنا نوفر الزي، لدينا مصنع في الأوقاف لتصنيع الزي. لا يكفي، تعاقدنا مع شركة المحلة للغزل والنسيج في 15 فبراير الحالي، هيكون كل إمام تسلم الزي الأول. وخطتنا إن نسلم الإمام ثلاث مرات كل سنتين حتى يظهر بالمظهر اللائق. وأيضا هذا من الموارد الذاتية للوزارة ومن مصنعنا. نيجي على المساجد. كل مسجد إحلال وتجديد اللي احنا هنقوله الأرقام دي، احنا من أول 9 10 11 12 1 في 15 أشهر ما تم افتتاحه بالأسماء والأرقام والصور والتكلفة موجود 847 مسجد في 15 أشهر، وهذا الرقم غير مسبوق لا في تاريخ الدولة المصرية ولا في دولة في العالم افتتحت 847 مسجد إحلال وتجديد وصيانة. الإحلال والتجديد حوالي 800 اللي هو بنى بالكامل في 5 أشهر. طبعا احنا هنا بنأكد ان الشعب ده شعب عظيم. ال 800 مسجد دول فيهم 200 مسجد من إنشاء الوزارة سواء من موازنتها أو من مواردها الذاتية، و 600 مسجد من الجهود الذاتية للمواطنين الشرفاء اللي احنا بنشجعهم وندعمهم ونشكرهم أمام مجلسكم الموقر. فالشعب المصري سيظل. وبالمناسبة كل مسجد بينزل بيتقال المسجد ده من الوزارة، المسجد ده جهود ذاتية، المسجد ده مشترك جهود ذاتية ووزارة، إضافة إلى ما نقوم به في المساجد الأثرية. وطبعا المساجد الأثرية بتكلفة عالية جدا. احنا انتهينا من مسجد الإمام الشافعي المرحلة الأولى بتكلفة 13 مليون جنيه من وزارة الأوقاف، في منحة خارجية لوزارة الآثار 25 بتكمل. حاليا شغالين في مسجد الرفاعي في سيدي إبراهيم الدسوقي، مسجد الزهر بيبرس وحده كان مطلوب له من الآثار 180 مليون جنيه، لأن ده بيشكل حلقة هامة جدا في العلاقة بين مصر وكازاخستان. احنا دفعنا من مواردنا الذاتية 10 مليون، الآثار 15 مليون، والتخطيط بيتكمل. هناك أيضا عملنا خطة، كلمني معالي وزير الآثار وربما السادة النواب في البحيرة على مسجد المحلي براشيد، حولنا على الفور 5 مليون من الموارد الذاتية، وقلنا احنا لنا بحكم القانون 10% في صندوق المحافظات، هنتواصل مع السيد المحافظ لتخصيصها بالكامل لهذا المسجد لما له من مكانة تاريخية. عدد المساجد عندما توليت الوزارة كانت المساجد المغلقة إغلاقا هندسيا لخطواتها الإنشائية 3400 مسجد، بحسابات ساعتها كانت تحتاج 4 مليار جنيه دفعة واحدة، لو بدلوقتي عايز على الأقل ضعف المبلغ 8 مليار جنيه. إحنا الحمد لله لأن كانت الوزارة بتعمل في السنة الواحدة ما بين 50 ل 60 مسجد، إحنا حطينا خطة إن حد أدنى ننتهي من 500 ل 600 مسجد 10 أضعاف، فالقائمة بدأت تنخفض. وكان إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته 3823. حد يقول لي معنى كده إحنا خلصنا؟ لا، ما هو في الست سنين مساجد تانية دخلت الغلق أو الصيانة 3823، دول بالأرقام والأسماء اللي تموا من خلال وزارة الأوقاف سواء من الموازنة أو من مواردنا الذاتية، ودول بتكلفة تحديداً حوالي 3 مليار و300 مليون. 3 مليار و300 مليون ده اللي تم بمعرفة الوزارة وطلع منها للمقاولين. وفي حوالي 2500 مسجد بما يزيد عن 3 مليار من الجهود الذاتية، فكان إجمالي ما تم إنفاقه على المساجد يزيد على 6 مليارات جنيه في 6 سنوات. هنيجي بقى لآخر ملف ثم أترك لحضراتكم يعني أي توجيه أو ملاحظة نستفيد بها. خدمة المجتمع. جت فترة الناس بتقول هو مش كفاية كده مساجد، ما المساجد دي يعني كفاية بقى ونبني مدارس. صحيح، احنا عندنا فتوى شرعية ومعانا حضراتكم في اللجنة الدينية وحضراتكم أيضا بنقول
الأولوية حيث تكون حاجة المجتمع. لو الناس محتاجين الجامع يبقى الأولوية للجامع، عندهم جامع ومحتاجين مدرسة يبقى الأولوية للمدرسة، عايزين مستشفى يبقى الأولوية للمستشفى. الأولوية لحاجات المجتمع، ده البعد الشرعي. لكن أنا كوزارة أوقاف مسؤوليتي الأولى أمام الله وأمام حضراتكم وأمام المجتمع الحفاظ على الجوامع إحلالا وتجديدا وفرشا وصيانة، دي المسؤولية الأولى، ده الفرض العين، الباقي بالنسبة لي فرض الكفاية. فكانت الأولوية للمساجد، وانتم عارفين ان الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تتاجر بالدين كانت بتحاول عندما يتم الآن إعادة مكان زاوية. يعني احنا مثلا على الطريق الدائري الآن، وانا كنت مع معالي وزير النقل سعد بن كم حضراتكم يعني بالامس، هذا عندي زاويه هتعكس الطريق الدائري، اتفق وخدت تعهد مكتوب من وزير النقل ان دي هنهدها لصالح الطريق، ووزاره النقل هتبني مسجد بديل في المنطقه في المكان اللي تتيحه وزاره الاوقاف. واي حد يروح محور المحموديه في الاسكندريه هيشوف الفرق بين الزوايا التي اعيد تعديل مسارها للصالح العام والمساجد البديلة التي بنيت. بالمناسبة أنا بسجل قدام المجلس المؤقت أن جميع المساجد التي بنيت على محور المحمودية بالإسكندرية بنيت بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلى نفقاتها دون تحمل الأوقاف لأي مليم في هذه المساجد، وبوجه لهم الشكر عبر مجلسكم المؤقت، عشان بنأكد أن الدولة لما بتزيل زاوية بتبني مكانها مسجد حضاري متكامل. لكن هم حاولوا يسوقوا ذلك على ان ده عداء للدين، فكان لابد ان نظهر ما قدمته الدولة المصرية التي لا يمكن ان يزايد على تدين اهلها احد. ومع ذلك شكلنا لجنة شرعية وقانونية لدراسة حجج الوقف، كانت المسألة ماشية توزيع عفوي، شكلنا لجنة تعمل ايه؟ تجيب كل حجة تقول كم منها للدعوة، كم منها للمساجد، كم منها للبر الخاص، كم منها للبر العام. على سبيل المثال احنا انفقنا في مجال البر العام وخدمة المجتمع في خلال الست سنوات الماضية حوالي 1.5 مليار، وبالارقام، ومش احنا وزعناهم على الناس بايدينا. مثلا السنة العام الحالي 2020، العام الماضي 2020، احنا محولين في هذا العام فقط 125 مليون جنيه لبناء المدارس. يعني الاوقاف خصصت 125 مليون جنيه لبناء المدارس، وتم تحويلها بالفعل في عام 2020 50 مليون تم تحويلها لهيئه الابنيه التعليميه لعمل 10 مدارس. انتهت الابنيه التعليميه من مدرستين، واحدة في أسيوط واحدة في صهاج، هنوريكم الآن أدي نموذج لمدرسة 22 فصل بنيت على نفقة الأوقاف، وجاي تسليم 10 مدارس كدفعة أولى، 50 مليون للأبنية التعليمية و75 مليون للصندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، أي أن ما خصص للتعليم مباشرة نقدا 125 مليون. وكان لدينا خط إنتاج مقاعد خشبية تابع للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لم نبع منه مقعدا واحدا، كل المقاعد اللي أنتجها الخط سلمت للمدارس في القرى والنجوع والمدارس في المناطق الأولى بالرعاية بتنسيق مع التربية والتعليم. العمالة غير المنتظمة، طلعنا العام الماضي 50 مليون جنيه لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة. أيضا سكن كريم بالتنسيق مع وزارة التضامن في 5 محافظات من محافظات الوجه القبلي، وانتهى المشروع كمرحلة الأولى، خصصت وزارة الأوقاف 100 مليون جنيه لتأهيل المساكن في القرى والنجوع والمناطق الأولى بالرعاية لأهالينا في المناطق التي تحتاج. بالتعاون مع الإسكان والتضامن أهلنا 270 بيت في قرية الروضة في بئر العبد التي حدث فيها الحادث الإرهابي الغاشم بتكلفة
26 مليون جنيه. الآن سلمنا محافظة البحر الأحمر الشهر الماضي الدفعة الأخيرة من 28 مليون جنيه لتأهيل 100 بيت في المناطق الجبلية والمناطق الأولى بالرعاية في محافظة البحر الأحمر. عندما بدأت الدولة تخصص المساكن، وأنا قلت في أكثر من نموذج، ما تحدثه الدولة المصرية في مجال الإسكان الأسر الأولى بالرعاية والمناطق الخطرة ليس مجرد نقلة إسكانية. وأنا بأدعو أي حد من حضراتكم، أنا رحت حي الأسمرات مع وزير الشباب ووزير التنمية المحلية، الأولاد مش اتنقلوا سكن، ده اتنقلوا حضارة. الأولاد اللي كان كل 7 و8 و10 في أوضة وفي مأوى أصبح واخد بطولة جمهورية أو بطولة محافظة، واللي قاعد فيهم في مركز الثقافة، واللي بيلعب الألعاب الرياضية، وعدد كبير جدا. أي حد يزور مركز شباب الأسمرات يشوف اللي حصل، البطولات اللي حصل عليها هؤلاء الأولاد من سكان المناطق الخطأ. دول لما جم ينقل، الأوقاف تبرعت ب30 مليون جنيه لتأسيس 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية حتى نسهم في توفير حياة كريمة. عملنا 10 مليون ل 20 مليون لصندوق متحدي الإعاقة. أيضا في صندوق المرأة المعيلة والمرأة الأولى بالرعاية مع المجلس القومي للمرأة استقى حوالي 80 ألف بطاقة رقم قومي، وخصصنا 25 مليون جنيه شهادة أمان للمرأة المعيلة وتم تحويلها للمجلس القومي للمرأة. إضافة آخر نقطة، لسه في صندوق لسه بيتنشئ اللي هو صندوق يس اللي بتاع الغارمين والغارمات، احنا مجهزين ومجنبين 10 مليون. اول ما يتم تأسيس الصندوق اول ناس يحولوا هذا المبلغ. اضافة الى ان لما سيادة الرئيس اعلن قضية المبادرة تنمية الريف المصري على الفور، خصصنا 100 ألف متر يسجد، وبدأنا من امبارح كل شهر هنطلع 20 ألف متر للقرى المستهدفة، كل شهر هنطلع 20 ألف متر سجاد، وخصصنا 100 مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد في المرحلة الأولى كدفعة أولى. فإحنا بنشتغل على محور الدعوة، على محور تنمية إيرادات الأوقاف، على محور المساجد، على محور خدمة المجتمع، محاور نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة بلدنا. وسأسعد بالطبع بتلقي ملاحظات حضراتكم، وأنا الحقيقة حاجتين، إما أن ستكون الملاحظة داعمة وتقول كمل في هذا الاتجاه، أو تكون مصححة أو مكملة، وحضراتكم بين الناس فأكثر التصاقا بهم فستنقلون لنا ما يجول بخواطرهم، إضافة إلى أنني شخصيا لست بعيدا عن الناس، فأنا حريص مع السادة المحافظين في الغالب العام كل جمعة نكون في محافظة، وغالبا ما تكون في القرى بين أهالينا نلتقي بهم ونستمع إلى مشكلاتهم. بشكر معالي السيد المستشار رئيس المجلس وحضراتكم جميعا، ويسعدني تلقي أي ملاحظات. شكرا سيادة الرئيس. أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور وزير الأوقاف على بيان سيادته الذي ألقاه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. وقبل أن نبدأ المناقشة أنوه كما أنوه كل مرة على اتخاذ حضراتكم الإجراءات الاحترازية اتقاءً للوباء اللعين، كما وزير الأوقاف بالتعقيب على ما أبداه السادة الأعضاء من ملاحظات. شكرا معالي المستشار الجليل، وشكرا للسادة النواب على ملاحظاتهم. وأنا ابتداء سأصنف بعد إذن حضراتكم الملاحظات إلى قسمين، بعض الملاحظات الجزئية الخاصة إما بإحلال مسجد أو بفرش مسجد أو بدائرة، فسننسق بإذن الله مع الأمانة العامة للمجلس للقاء السادة النواب ونشر في استقبالهم لندرس هذه الأمور تفصيلا مع حضراتهم في كل محافظة إن شاء الله. نرتب مع الأمانة العامة للمجلس في كل
الترتيب يكون مع مجموعة نواب يمثلوا السادة المحافظة للتعرف على مشكلات الدوائر الخاصة، حتى يعني أركز الحديث على القضايا العامة المشتركة التي طرحت خلال المناقشات. وهبدأ بأول مناقشة للسيد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف أستاذ الدكتور علي جمعة حول قضية التدريب وتكثيف التدريب، وهذه أيضا تحدث فيها بعض السادة النواب. الحقيقة احنا عملنا التدريب على مراحل، بما ان احنا بالفعل في نحو 100,000 إمام وخطيب مكافأة، وكان من الصعب تدريبهم كلهم في توقيت واحد تدريبا عاليا، فوزعنا برامج التدريب في برامج المتقدمة ومدتها نحو 6 أشهر تتم في أكاديمية الأوقاف، خرجنا الدفعة الأولى والآن تدرس الدفعة الثانية. هناك التدريب الذي يستمر ما بين 2 إلى 3 أسابيع، وهذا يستمر على مدار العام بمركز التدريب الرئيسي بملحقات مسجد النور وبمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية. وحتى نتوسع لجأنا في الفترة الأخيرة إلى عقد بروتوكولات مع جميع، وصلت مع 19 جامعة، فالآن في التوقيت الواحد بيتم تدريب الأئمة في عدد من الجامعات، كان فيها جامعة الأزهر، عين شمس، أسيوط، سوهاج، العريش، وعندنا جدول موجود بالبرامج التدريبية ليكون هناك كما وكيفا. ده بالنسبة لموضوع التدريب. أيضا معالي السيد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية أكد على نقطة مهمة جدا، وده هتكون محور حديث لإجابة على كثير من التساؤلات، ربما اضطر للحديث عنها بإيجاز شديد، لكن مستعدون في مع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف نعقد لقاء مفتوحا موسعا حول كل قضية على حدة، نعقد حول إجراءات الأراضي الزراعية، نعقد لها جلسة، الاستبدال للنفع العام، إدارة أصول الأوقاف، حرصا على الوقت سأكون مضطرا للإجابة بإيجاز، لكن الدكتور أسامة وضع نقطة، والحمد لله إن في هذا المجلس الموقر في لجانه المختلفة طبعا بحكم ملف الأوقاف مع لجنة الشؤون الدينية، يعني رئيس اللجنة والوكيل وأيضا كلهم من القامات الفقهية الأزهرية، ونحن نثق فيهم ونتعاون، زي الدكتور أسامة ما قال كنا في العام الماضي، وإحنا بنشكر أيضا إن خارج قانون الخطابة وقانون هيئة الأوقاف 209 لسنة 20 نوقش على مدار عامين كاملين في لجنة الشؤون الدينية، والآن نعد في اللائحة التنفيذية. فالنقطة مهمة جدا هي معيار التعامل، شرط الواقف، شرط الواقف كنص الشارع، ما للوقف مال ذو طبيعة خاصة نقف فيه عند الضوابط الشرعية. الدكتور أسامة تساءل أيضا تساؤل، وتساءل فيه بعض السادة النواب، هل نحن كيف نصرف هذه الأموال؟ أولا أنتم تعلمون جميعا أن إدارة الدولة المصرية الآن في كل مفاصلها اختلفت تماما، فهناك جميع الأجهزة الرقابية بكل، يعني إحنا تقريبا أقول لكم على حاجة، إحنا بنقدم تقرير شهري بكل مليم يدخل الهيئة ويخرج منها مفصلا سواء داخل أو منصرف لكل جهات الدولة الرقابية، ومنها خطاب شهري يوجه لمكتب سيادة الرئيس شخصيا، وادي بيان المصروفات اللي هي وفق شروط الواقفين وموجودة، وهنسلمها لمضبطة المجلس واللجنة الشؤون الدينية. أحد السادة النواب سأل عن صناديق النزور. صناديق النزور استطعنا أن نضع خطة محكمة لضبطها سواء بالكاميرات الثابتة أو بالكاميرات المتحركة أو باللجان المشكلة اللي خرجت المبلغ من 7 مليون لتلاتين مليون جنيه. التلاتين مليون ده النزور بالذات بيحكمها قانون، 10% بتذهب لمشيخة الطرق الصوفية والباقي بيرتد على عمارة المساجد، وزي ما سيادة الوكيل ذكر بخاصة مساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نقطة تانية ذكر أيضا الدكتور أسامة رعاية الطلاب الوافدين. الحقيقة إحنا بالنسبة ما يتصل بالطلاب الوافدين، إحنا تم تشكيل لجنة
وسلمت الأزهر الشريف، ويمكن حد بعض السادة النواب تحدث عن إجراءات قاضي الأزهر، تم تسليم الأوقاف المخصصة للأزهر للأزهر الشريف. ومع ذلك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يرعى نحو 500 طالب وافد، إضافة إلى توفير الكتب والندوات التثقيفية والدورات التي نعقدها للأئمة الوافدين والمساعدات التي يقدمها المجلس الأعلى للأئمة الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف. وكنا أعلننا في العام الماضي إن إحنا نتكفل بتوفير مساعدة لألف طالب وافد من غير المشمولين على منحة الأزهر. في نقطة مهمة جدا بقى، ودي الحقيقة مع اللي طرحه سيادة الوكيل لجنة الشؤون الدينية الدكتور أسامة، واللي طرحه سيادة وكيل المجلس سيادة النائب محمد أبو العينين، ودي قضية مهمة جدا عن استثمارات الأوقاف، وإحنا ده مستعدين أيضا نعقد لجنة، وشرفنا حضور سيادة الوكيل ومع لجنة الشؤون الدينية ومع لجنة الشؤون الدستورية، لأن إحنا فعلا نحتاج إلى بعض التشريعات لسبب معين. صحيح الأصول عندنا عالية جدا، طيب ليه هذا العائد الذي يرى البعض زي ما سيادتك طرحت وطرح سيادة النائب مصطفى سالم، وهو طبعا متابع معنا التفاصيل على مدار الدورة السابقة وشاف الطفرة اللي عملناها سواء بقى في ضبط شؤون الوقف أو في التحصيل. إحنا بنجهز الآن، سلمنا مجلس الوزراء مشروع قانون هيتعرض على حضراتكم، إحنا سلمناه للمجلس. المشكلة عندنا بتكمن في عدة أمور، أولها كان قانون الإيجارات القديمة، وإحنا قلنا لأن إحنا عندنا، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء محددة، في بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين تقريبا ما بين 700 ل 800 مليون جنيه قيمة العقار، القيمة الإيجارية التي لا أستطيع أنا أن أتدخل فيها وفق قانون الإيجارات القديم 8 جنيه. معظم الفلل والشقق الكبرى في وسط البلد قيمتها ما بين 10-15 مليون جنيه وإيجارها ما بين 3-6-8 جنيه، نصرف على التحصيل أضعاف ما هذا العائد. فالجزء الكبير من الأصول معطل فعلا، وبالمناسبة بقى الواقف عندما أوقف لم يوقف على المستفيد وإنما على جهة النافع. يعني بعض السادة النواب قال عندنا وقف على مسجد، الراجل أوقف مثلا 10 أفدنة على المسجد أو على محفظ القرآن، أيامها كان إيجار الفدان 60 جنيه، فكان الفدان ده يكفي محفظ القرآن أيامها براتب 5 جنيهات في الخمسينات أو الستينات. طب اللي عايزني ما أخليش إيجار الأرض الزراعية وأفضل أخلي ب60 جنيه، أنا ضيعت شرط الواقف وجعلت الناس تحجم عن الواقف، لأن الواقف لم يوقف على الزارع وإنما أوقف على محفظ القرآن، ولم يوقف على الزارع وإنما أوقف على المسجد. فلا بد كان من تعديل تشريعي يحقق لله، ودي اللجنة الدينية تقول يحقق شروط الواقفين. الرجل ده لما بنى العمارة أو بنى القصر ما بنهوش لحد، وللأسف بعض هذه الأماكن والله من يسكنها لو كانوا من الفقراء قلنا مستعدين نوفر لهم إسكان اجتماعي بديل ونعظم هذه الأصول، وزي ما قال الزملاء عمرنا ما هنطلع حد نعاده في الشارع، بس لو أنت محتاج سكن تعال نديك سكن. إنما واحد يسكن في شقة قيمتها مثلا 20 مليون جنيه وقيمتها السوقية 20,000 جنيه ويدفع 6 جنيه، هذا ما يحتاج إلى تعديل تشريعي لتحقيق شرط الواقف. نحن لا نملك هذا التعديل وإنما حضراتكم، لكن إحنا بالفعل صممنا مشروع قانون وحطينا أول خطة تشريعية في الأوقاف لمجلسكم المؤقت. هذا جانب. هناك أيضا كان في بعض الأراضي متداخلة مع بعض المحافظات، إحنا حطينا قيمتها، عندنا 420,000 فدان في الشريط الساحلي كانت متنازع عليها مع بعض المحافظات، هذه علت القيمة لكنها تحتاج إلى تسوية مع المحافظات. الآن إحنا في الحقيقة كانت هناك قضايا تاريخية، بعض القضايا كانت مرفوعة من سنة 61 وما زالت متداولة. اتفقنا مع السيد رئيس الوزراء ومع وزارة العدل على أمرين، الأول تشكيل لجنة ذات صفة قضائية، لجنة ذات صفة قضائية من وزارة العدل لفض التشابكات
والنزاع القائم التاريخي اللي له عقود اللي كان مصائب بين هيئة الأوقاف وبين الجهات الحكومية. اللجنة لسه متشكلة سيادة النائب، اللجنة متشكلة والخطاب ذهب لوزير العدل وتم سحب القضايا اللي بين الأوقاف والجهات الحكومية، والآن هناك لجنة في وزارة العدل لحسم هذه الملفات. ثم إن أنا خطبت معالي وزير العدل وبتوجيه السيد رئيس الوزراء لتشكيل لجنة دائرة مؤقتة تختص بإنهاء نزاعات قضايا الوقف حتى نستطيع الاستثمار الأمثل للأصول. فنحن في حاجة إلى تدخل تشريعي، وفي حاجة إلى حسم خطيبنا معالي وزير العدل لدائرة مؤقتة لإنهاء النزاعات القائمة. سيادة النائب أحمد بيه العوض يتكلم عن الإصلاح الزراعي. إحنا بالفعل بدأنا مع الإصلاح الزراعي وكان عندنا مشكلة، لا إحنا قادرين نتصالح ولا هم قادرين يتصالحوا. ليه؟ الأرض إحنا بنديرها لكن مكلفتها كانت باسم الإصلاح الزراعي. تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والعدل والإصلاح الزراعي، وأنا بتكلم الآن تم بالفعل نقل 11,000 فدان، نقل تكلفها من الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف، واستخرجنا شهادات قيود ومطابقة باسم هيئة الأوقاف لأول مرة منذ أكثر من 60 عام. تم بالفعل إنهاء تقريبا لغاية دلوقتي الأرض التشابك ده كان في حوالي 18,000 فدان، انتهينا بالفعل خلال حوالي 3 أشهر الماضية من فك الاشتباك في 11,000 فدان، وأصبحت القيود والمطابقة مكلفتها باسم هيئة الأوقاف. في حوالي 5,000 فدان ليست سجلا عينيا وإنما تحتاج إلى فتح الشهر الشخصي، وخاطبنا معالي رئيس مجلس الوزراء بمجرد فتح الشهر الشخصي سيتم حسم 5,000 فدان أخرى. أما بالنسبة للقضايا التي ترفع فنحن يعني جزء من هذه الدولة، فعندما نذهب إلى القضاء ونأخذ حكما قضائيا والحكم صالح قضاء، نحن لم نحكم لأنفسنا، والقضاء المصري الشامخ عندما يحكم نحن ملزمون بتنفيذ أحكام القضاء. لكن هناك الآن احنا خلصنا كل الأرض الزراعية بالكامل، والآن اللجنة ستدخل أحمد بيه مع الإصلاح الزراعي على إنهاء العزب والقاع. ومع ذلك اللي بنأكد لحضراتكم، لحد ما فيش حد عايز يقنن بما يرضي الله هيضار، احنا بنطرح الاحتمالين، اما التمليك التقنين بالتمليك، واللي مش قادر يملك ياخذ بالقيمه الايجاريه وبنراعي فيها البعد الاجتماعي. عدد كبير جدا طرح قضيه الاراضي الزراعيه. احنا بالفعل شكلنا لجنه ثلاثيه ليست من الاوقاف فقط، وزاره، والكلام ده موجود وممضي، من وكيل وزاره الزراعه، وكيل وزاره الري، مسؤول الاوقاف. عملنا لجنة في كل محافظة على حدة عملت قيمة تقديرية للأراضي الزراعية، وأنا يشرفني إن أنا فلاح ومن قرية وعارف الأرض بتتأجر بكام. يعني على سبيل المثال في قريتنا إحنا الأرض بتتأجر ما بين 11 و12 و13 ألف جنيه. مع ذلك لما جت القيمة الإيجارية وكان هيحدث قفزة مرة واحدة، نسقنا مع جميع أجهزة الدولة إن يكون رفع الإيجار في الأراضي الزراعية بالتدريج مراعاة للبعد الاجتماعي. اللجنة ممضية معانا، كل واحدة فيها وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الري، الأوقاف في محافظته، وجبنا البيان عرضناه على الأجهزة الرقابية، راجعت معانا البيانات، ومع ذلك بالتنسيق مع الأجهزة قلنا مراعاة للبعد الاجتماعي سنصل للقيمة السوقية العادلة التي تحقق شرط الواقف وتدير إدارة اقتصادية بالتدريج مراعاة للبعد الاجتماعي. نأتي إلى النقطة المهمة جدا، ودي نؤكد إن شاء الله قريبا هيكون فيها مخرج كبير من خلال مجلس الوزراء. قضية النفع العام، النفع العام اللي هو لبناء المدارس، بناء المستشفيات. الحقيقة إحنا كنا مسألة النفع العام بنشترط شرط إن الجهة اللي هي عايزة المدرسة تخاطبني، هاب إن أنا اتعاقدت مع الناس على قطعة أرض زراعية وهي مش في خطة التربية والتعليم،
فاللي بيجي بيقول لي انا عايز اعمل مدرسه، بقول له محتاج ان التربيه والتعليم تقول ان دي في خطتها عشان احول الارض الزراعيه الى مدرسه. اللي بيقول مستشفى، بقول له هات موافقه الصحه ان الصحه حطها في مخططها. ثم بعد ذلك هناك امر لا املكه، وهو ان وزاره الزراعه هي اللي بتوافق على ما يتصل بالارض الزراعيه ومدى تاثيرها على الكتله الزراعيه، لان انتم عارفين في كتل متماسكه وقويه لو اتبنى فيها مدرسه ومستشفى، الكتله الزراعيه خلال سنوات معدوده بتنتهي بالكامل. فاحنا بنحاول ناخد الاماكن المجنبه، يعني ما اجيش مثلا عندي 50 فدان وفي وسط قلب ال50 فدان واعمل مدرسه واضيع الكتله الزراعيه بالكامل. فبنبحث عن بدائل واراضي لا تضر بالكتله الزراعيه وبالحفاظ عليها. ومع ذلك اخر حاجه كانت مع دوله رئيس مجلس الوزراء، وده كان توجيه لنا في وزاره الاوقاف وللساده المحافظين، احنا كهيئه اوقاف او كحكومه بنعمل كفريق عمل. المحافظه محتاجه مدارس، محتاجه مستشفيات، بتنسق مع هيئه الاوقاف المصريه ومع وزاره الاوقاف، ووضعنا عدد من البدائل منها الشراكه في مشروعات الاسكان. يعني بعض الساده النواب طرح ان احنا محتاجين اراضي نعمل عليها مجتمعات سكنيه، احنا منفذين مشروعات سكنيه تزيد عن 2 مليار جنيه في الفتره الماضيه. منها احد الساده النواب من اسوان وموجودين عندنا، نفذنا الصداقه 1 والصداقه 2 4920 وحدة سكنية إسكان اجتماعي متوسط القيمة الإيجارية ما بين 300 و 350 جنيه مراعاة للبعد الاجتماعي. في المقابل بنعمل مشروع استثماري 10 عمارات على النيل عشان يعوض. سيادة النائب اللي ذكر قضية المطرية وسوق الخميس وال 54 فدان، ما يتصل بسوق المطرية، احنا طولنا السوق، عملنا فيه حاجتين وده اللي بنعمله في كل مشروعاتنا. جزء استثماري عشان اضمن العائد والاستمراريه، والحمد لله بفضل الله الهيئه ناجحه جدا في الجزء الاستثماري اللي قال ما تذكرش، وبالارقام وبنسب تحقيق عوائد الارباح في بعض المشروعات حققت عوائد عظيمه جدا، في بعضها بتصل ل 900% وبالمزاد العلني. عملنا مول في مدينه الخارجه، مول معالي المحافظ كلمني قال لي خد بالك ان الاسعار هنا عليت، لاحسن تبيعه بسعر رخيص. احنا بنبيع بالمزاد، بالمزاد العلني، والناس اشترت. اتباع سعر المتر ب 56,000 جنيه بالمزاد والناس اشترت. التكلفه الاقتصاديه 6 مليون، المول اتباع ب 30 مليون جنيه، ده عائد اقتصادي. سوق الخميس اللي في المطريه بعنا جزء من المحلات بالمزاد العلني، المحلات اللي على الناصيه وصل سعر المتر 175,000 جنيه والناس بتشتري ده بمزاد، لكن في المقابل عملنا 500 باكية للباعة الجائلين اللي كانوا عند مستشفى المطرية عشان ننقلهم. سعر المتر في الإيجار 50 جنيه، يعني الست بتاخد باكية 6 متر ب 300 جنيه في الشهر، في باكيات 4 متر ب 200 جنيه وهذا غير موجود، لدرجة إن بعض الناس قال ده هي كان ممكن تدي في الشارع للناس اللي بينظموا أكبر بكتير من المبلغ اللي هي بتاخده. ففيه البعد الاجتماعي وفيه البعد الاقتصادي. عشان هكمل بس، ال 54 فدان اللي سيادتك طرحتهم احنا وافقنا على استغلالهم، وبالفعل رحت انا مع المهندس ابراهيم محلب ومنهم فدان اللي اتعمل. بعد ذلك لما جت حفر الاثار احنا وافقنا، وبالعكس انا قايل للمحافظه انا مستعد ادخل معاك شراكه بالارض في هذه القضيه. ولكن لما بدات وزاره الاثار في الحفر ووجدت اثار في هذا المكان، وفاكرين ساعه وجدوا التمثال الكبير وحضراتكم ابناء المنطقه، كانت وزاره الاثار هي التي وقفت الحفر حتى تنتهي من اكتشافاتها الاثريه. واحنا مستعدين نيجي في جلسه مشتركه وزاره الاوقاف مع وزاره الاثار مع وزاره التنميه المحليه مع محافظه القاهره، ونطرح امام لجنه الشؤون الدينيه، لان احنا الان ليست وزاره الاوقاف على الاطلاق هي التي اوقفت، اللي اوقفت وزاره الاثار وهم اللي عندهم بحوثهم، واحنا مستعدين نناقش الموضوع هنا في جلسه خاصه في لجنه الشؤون الدينيه وناخذ فيه القرار المناسب. عفوا، حد اتكلم من الساده النواب برضه طرح التواصل
مع الثقافة. احنا عملنا الحقيقة حاجة مهمة جدا. جت فترة كان في كده في المجتمع ما يشبه التقابلية، علماء الدين والمثقفون، وكانت النظرات لم تكن علاقة. الآن احنا عملنا سلسلة من الندوات بشراكة مع المجلس الأعلى للإعلام ومع الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، حضاها عشرات المثقفين على اختلاف طياراتهم وانتماءاتهم. وأيضا المطبوعات اللي احنا عملناها دي لأول مرة في تاريخ الوزارتين يصدر نحو 30 كتابا مشتركا بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة وتطبعها وزارة الثقافة. أنا الموضوعات الخاصة بعد إذن معالي المستشار رئيس المجلس، قطعة أرض في قرى بني سويف دي هنقعد مع السادة النواب في جلسات خاصة نناقشها كل حاجة على حدة. حد من سيادة النائب محمد الوحش اتكلم عن مسألة الإجراءات اللي خدناها في موضوع كورونا. احنا رفعنا شعارا شرعيا الساجد قبل المساجد والحفاظ، وقلنا رأي الشرع ينبني على رأي الطب. هنا في نقطتين اتطرحوا، نقطة دورات المياه ونقطة موضوع صلاة الجنازة. احنا كان كل هدفنا في المرحلة الثانية الارتدادية، احنا شفنا قد ايه الشعب المصري بطبيعته شعب مسلم ومسيحي متدين بفطرته، وغلق المساجد في الفترة نسأل الله ألا يعيدها علينا ولا على أي من المسلمين أو على أي دولة من دول العالم في أي مكان، غلق دول العبادة شكلت أزمة نفسية عند الناس. قلنا الناس بطبيعتها ونحن أولهم لا يمكن أن تحتمل مسألة غلق المساجد مرة أخرى، فكان هدفنا هدف واحد، الحفاظ على بيوت الله مفتوحة للصلاة. طبعا الأمر في أزمة كورونا في لجنة مشكلة في مجلس الوزراء على رأسها وزارة الصحة والخبراء، والقرارات تتخذ داخل اللجنة. فقلنا إيه الرسالة الأولى للمسجد هي إيه؟ الصلاة. يبقى أنا سأحافظ على المسجد ليظل مفتوحا. الملحقات أستطيع أن أرجي الملحقات مؤقتا، لأني طيب نيجي دورات المياه كانت إيه وجهة النظر الطبية؟ إن أنت في المسجد يمكن أن يدخل بالكمامة ومعاه المصلى الشخصي، ومن دخوله لغايه خروجه لا يحتك باي شيء. انما دوره الميه هيفتح الباب ويستخدم الحنفيه ويستخدم، فالملامسه فيها اشد. ثم اني في السنه النبويه كلما توضا الانسان في بيته وذهب الى المسجد كان اعظم اجرا، فالاصل في الاسلام انك تتوضا ثم تذهب الى المسجد. ومع ذلك القرار طبي، والذي يتخذ الإجراءات في فتح الملحقات ودورات المياه رؤية طبية. لكن الحمد لله لاحظنا في الأسبوع الأخير بفضل الله بدأت الموجة الثانية تنحسر، وكلما تنحسر الموجة يبقى الأمل أفضل. نأتي إلى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فيها متسع. بعض الناس أنا بقول لو أنا فتح المسجد وجاني يعني متوفى مصاب بكورونا، إن دخلته يصلي الناس تقول لك بص أهو كورونا جت، وما دخلتوش يقول لك حتى في وقت كورونا هتفرقوا بين الناس وإلحق، واحد دخل مصاب واحد دخل. فقلنا صلاة. الأمر الثاني بقى بفضل الله الحمد لله وحضراتكم في المساجد، المساجد بفضل الله من أكثر الجهات انضباطا وانتظاما والتزاما، لأن اللي جاية جاي لله أصلا. فحرص احنا الحقيقه وجدنا حرصا شعبيا نشجعه. بس خد بالك بقى اللي جاي في الصلاه حتى لو مخالف يستحمل. وقت الجنازه وقت عصيب، فممكن يكون المتوفى شاب حد عزيز قوي والناس متوتره، لا هيستحملوا الامام ولا هيستحملوا العامل. احيانا في مساجد زي السيده نفيسه ممكن يجي لك 6-7 جنازات في توقيت واحد والناس منفعله بالحزن، وليس من الحكمة أن تعاملها بشدة. فالسيطرة على الصلاة في أوقات الجنازة أصعب من الصلوات العامة. فقلنا إلى أن يأذن الله عز وجل، وإحنا دايما بندي الأولوية لحفظ النفس البشرية، وكل ما يحافظ على النفس البشرية وسمحنا بإقامة صلاة الجنازة في ساحات المساجد المفتوحة والمساجد التي لها ساحات، الأمر سيرتبط بالرأي الطبي العلمي. عندما تخرج وزارة الصحة وتقول إن الموجة بتنحسر هي اللي هتاخد القرارات المتدرجة، ونحن معها.
أيضا سيادة النائب أيمن محسة بيتكلم عن صندوق معاشات العمالة غير المنتظمة. أي عمل هيتم في الدولة المصرية في صالح الناس والطبقات الأولى بالرعاية بالطبع نحن ندعمه. إذا كنا دعمنا العمالة غير المنتظمة 50 مليون جنيه في المرحلة المقبلة، فعندما يكون هناك عمل يقره المجلس الموقر وتتبناه الدولة المصرية نحن سنسابق بالطبع في تبنيه. هناك أمر مهم جدا أو عدة أمور، أيضا موضوع تعيين العمال والأئمة. نعم بالفعل نحن في حاجة إلى تعيين أئمة جدد وعمال جدد. وبالمناسبة لا إحنا مش معايا الناس، إحنا في الفترة الماضية عينا تم تعيين 4258 عامل واستلموا، وفي الأئمة لغاية الشهر الماضي كنا بنعين باقي المسابقة، عينا 3000 إمام وحضراتكم في دوائركم. أي حد يقول لي مستوى 3000 إمام اللي تم تعيينهم في المسابقة دي ويطلع فيهم واحد غير مؤهل؟ ليه؟ انتقينا الأئمة الذي نلقى الله بأن يبقى إمام بعد اختبارات حقيقية لا مجال فيها لغير الكفاءة. نحن أيضا مع لجنة الشؤون الدينية بإذن الله تعالى ولجنة الخطة والموازنة، إحنا بالفعل خاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستعجلناه بأكثر من خطاب لتعيين 3000 إمام و 3000 عامل، وبالفعل في انتظار الموافقة. ويمكن مع لجنة الشؤون الدينية ولجنة الخطة والموازنة ونبقى نطلب الدكتور صالح ونناقش فعلا، إنما بالفعل إحنا عايزين وطالبين وهنحتاج دعمكم في هذا المجال. مش إحنا مش عايزين. جات نقطة مهمة جدا، العمالة المغتربة، يعني جانا نقطتين، يعني معذرة حد من السادة النواب طرح الإمام اللي بيدعم في شمال سيناء وحد طرح العجز اللي في شمال سيناء. في محافظات بطبيعتها فيها تمركز لجامعة الأزهر وسط الدلتا والصعيد ما عنديش مشاكل في تعيين الأئمة. جامعات الأزهر فيها كليات طويلة سواء في القاهرة في الزقازيق في طنطا، لكن مثلا منطقة زي شمال سيناء زي مطروح زي الوادي الجديد المحافظات التي ليس لها لجامعة الأزهر فيها فروع، أمر طبيعي كان أبنائها أقل إقبالا سواء لظروف السفر أو لكذا. طيب هل نترك هذه المساجد أم نعين مجموعات؟ ونزلنا الإعلان قلنا ده إعلان للمناطق النائية وانت هتتعين وهتمضي على إقرار وانت عارف وانت بتقدم للإعلان انها تقضي 5 سنوات في المحافظات اللي احنا منزلين عليها الإعلان. ايضا ذكر قضية تنظيم النسل، حد قال لا احنا ده احنا مخصصين برنامج كامل مع وزارة الصحة والسكان كامل بيعمل كل شهر تدريب دورتين على الأقل في قضية تنظيم النسل وقضية التوعية بالقضايا السكانية بواقع دورتين شهريا وبأسماء الأئمة اللي بيتدربوا وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الخبراء المختصين، والقضية دي بالنسبة لنا في أولوياتنا. بل في كتاب من الكتب اللي احنا عاملينها اسمه بناء الوعي، أنا كاتب فيه إن ثاني أكبر مشكلة تواجه الدولة المصرية بعد قضية مواجهة الإرهاب هي الزيادة السكانية غير المنضبطة وآلية التعامل مع القضية السكانية بضوابطها الشرعية، لأننا وقفون عندما يمليه الجانب الشرعي. حاجات التفصيلية استأذنكم ناخدها. كان في نقطة أيضا نظام موضوع الخطباء وتحسين أحوال خطباء المكافأة. أنا قلت في آخر لقاء مع كان في وجود سيادة الرئيس حفظه الله في احتفال إن كل ما حسننا مواردنا الذاتية هنحسن أحوال العاملين، وبإذن الله بالخطوات اللي احنا ماشيين بيها نؤمل ولدينا خطة ربنا يعيننا إن شاء الله. لو مشينا بهذا ومن مواردنا الذاتية دون أن نحمل موازنة أعباء إضافية يمكن أن نحسن أحوال جميع العاملين في الأوقاف
سواء من الأئمة أم مقيم الشعائر أم المؤذنين يعني بالكامل في إن شاء الله في الفترات القريبة الماضية في ضوء ما تحققه الوزارة من موارد ذاتية بإذن الله تعالى. بالنسبة أيضا هختم موضوعين أو ثلاثة كده. موضوع خطباء المكافأة، إحنا وظيفة الإمام وظيفة ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى مقومات ومؤهلات خاصة. إحنا جينا لقينا فيه عدد كبير جدا من خطباء المكافأة، بعضهم متميز وبعضهم يحتاج منا إلى دورات إضافية. الأمن القومي يقول إن الأوضاع المستقرة تتعامل معها بنفس بنفس طويل، فبدأنا نشجع ومع اللجنة الدينية عملنا وعملنا إعلان وقلنا الأولوية في التعيين لخطباء المكافأة. بالاسم تم تعيين 683 خطيب مكافأة من المتميزين، تم تعيينهم أئمة بالفعل بالأسماء. 683 خطيب مكافأة تم تعيينهم. عندما ينزل الإعلان الجديد اللي احنا طالبينه سنعطي المجموعة المتميزة الأولوية في التعيين. أمر طبيعي، واحد شغال معايا بقى له فترة فاللي تعين 683. طيب نيجي لتحسين الأوضاع المالية. احنا عملنا حاجة في كل الأوقاف وادي كل القيادات وحضراتكم عارفين ومعاكم أولادكم، مفيش حاجة مجانا. هتاخد تحسين مالي يقابل تحسين وضعك العلمي. عملنا هتحصل على الدكتوراه ووزارة الأوقاف الوزارة الوحيدة التي صدرت بتوجيه سيادة الرئيس قرار رئيس الوزراء أن الإمام كلما يحصل على شهادة الدكتوراه جديدة يأخذ حافز تميز جديد، وكل ما يحصل على ماجستير جديدة يحصل على حافز جديد. الإمام الحاصل على الدكتوراه الآن ما هو قد لا يجد فرصة في الجامعة بياخد حافز 200 جنيه من الخدمة من الموازنة وفق قانون الخدمة المدنية و900 جنيه من الموارد الذاتية، وكل ما ياخد دكتوراه جديد هنديله الحافز عشان نشجع الناس. ودفعنا بأكثر من 1000 إمام حتى الآن منحة ماجستير ودكتوراه على نفقة الأوقاف، أكثر من 1000 إمام. وقعنا بروتوكول مع 9 جامعات إلى الآن إن أي إمام عايز يدرس ماجستير أو دكتوراه الجامعة هتخفض 50% والأوقاف هتتحمل 50%. وأمام مجلسكم موقعه بعلن إن الجامعات اللي وقعنا معاها بروتوكول أي إمام عايز يكمل دراسته العليا الجامعة هتتحمل 50% والأوقاف عشان 50% عشان نشجعه. ولما ياخد ماجستير هنديله حافز، ولو خد دكتوراه هنديله حافز. وكلما كرر لما جينا أيضا في تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة عملناها بامتحان جديد عشان أحسن من يستحق الإيه التحسين. إحنا الآن درجنا مسألة الخطباء، خلينا ولسه من شهر كنا رافعينها تقريبا، فأصبح الحد الأدنى 100 جنيه في الخطبة يعني 400 جنيه، مع أن عدد كبير جدا مش خطباء المكافأة كلهم متفرغين، ده في عدد كبير جدا منهم إما واعظ في الأزهر أو مدرس في الأزهر أو إمام على المعاش. ليس كل خطباء المكافأة يعيش على هذا المبلغ، الغالبية إما من العاملين بالأزهر أو العاملين على المعاشات. ووصلنا بالحد الأقصى خطبة الجمعة لأساتذة الجامعة حتى أجتذب نوعية، كان أستاذ الجامعة بياخد في الخطبة 75 جنيه، رفعناها بالتدريج من 75 ل 250، فأصبح نديله 1000 جنيه في بدل الخطبة شهريا حتى نجتذب الكادر الجامعي. وده كله مرتبط سواء بما يخصص من موازنة أو بالموارد الذاتية. حد قال هيئة الأوقاف عملت إيه في الفترة الماضية؟ إحنا استلمنا أوقافات ما يسمى بلاغات وضع اليد. هذه الأوقاف لم تكن تحت سيطرة الأوقاف ومسجلة ومسلمة للأجهزة الرقابية بالوقف. تسلمنا أوقافات خلال الفترة الماضية بالتحديد بقيمة بما يزيد على 7 مليارات جنيه. السنة اللي فاتت 2020 مستلمين أوقافات لم تكن تحت أيدي الأوقاف حوالي 350 مليار. شهر 12 مستلمين أوقافات ب 350 مليون، آسف 350 في 2020، الإجمالي 7 مليار. شهر 12 اللي فات
مستلمين أوقافات ب 37 مليون. في أوقافات بدأت الناس تعمل أوقافات جديدة، وهناك مشروع قانون جديد أيضا للاستثمار الفوائض الوقف يناقش الآن في لجنة الشؤون الدينية، وهناك جلسة اليوم بعد هذه الجلسة. آخر نقطة ده سيادة الرئيس المحترم، هختم بنقطة مهمة، موضوع فرش المساجد. احنا بنعتبر، اقول لكم على حاجة والشيخ جابر موجود، لما جينا في اول سنة كانت الوزارة بتطرح احلال وتجديد ما بين 50 ل 60 مسجد في السنة، ودي الموازنة. قلت لهم احنا ان شاء الله هنطرح بالنص كده 732 مسجد. لوجستيات وتجهيز وجسات وماليات، قالوا منين؟ قلت لهم هنعمل 732. ليه؟ كان لنا هدف، عدد السنة 365 أو 66 يوم، اضعف في 2 732. لو نفذنا 50% من الخطة يبقى كل يوم الوزارة بتقابل ربنا واحنا عملنا مسجد. ودي كانت رسالتنا بيننا وبين ربنا إن نعمل نقلة. كانوا يقولوا هتجيب الموازنة منين؟ بنصرف، والحمد لله الدنيا ماشية كويس. الآن في فرش المساجد كان العدد المخصص 20 مليون جنيه، احنا السنة دي جايبين فرش ب 100 مليون جنيه، وده سعر التكلفة لأن ده مصنعنا، ولو هنجيبه من بره مش أقل من على الأقل ضعف هذا المبلغ. طيب احنا رسالتنا قلناها عمارة المساجد معنى ومبنى، ولكن بالمناسبة احنا عملنا ايه؟ انا بلغت الناس، حضراتكم موجودين والشيخ جابر موجود، اقول له كان زمان الناس تبني الجامع وتقعد 6 أشهر مش لاقية فرش لان الكمية المتاحة مش موجودة. احنا بنخاطب المديريات جميع مساجد الافتتاح سواء جود ذاتية اهلية، حد في الفترة الاخيرة يجيب 100 مسجد وانا فرشهم له بكرة مساجد الافتتاح. ثم بلغنا مديري المديريات اعمل أولوية للمساجد اللي فرشها متهالك، ناس بتصلي على حصن. لكن من حيث المساحة بقى احنا عندنا تقريبا مسطحات في حدود 40 مليون متر مسطح، بما يعني لو هتجدد الفرش كل 10 سنين عايز 4 مليون متر. احنا سواء المبلغ المتاح او الطاقة الانتاجية هي بتجيب ما بين 500 و600 ألف متر في 100 مليون. فبنشتغل ايه؟ سدده وقاربه وترتيب الاولويات، فاحنا بنشتغل في حدود المتاح. المصنع اللي قال بعض الساده ان هو بيتكلم عن تطوير المصنع، ساعه تولينا الوزاره كان المصنع فيه 960 عامل وبينتج 200 الف متر وبيحقق خساره من 7 ل 15 مليون جنيه. الان المصنع نفسه فيه 560 عامل وبينتج 600 الف متر، وتحول من الخساره الى المكسب، والتطوير يحتاج الى وقت. ثم ان احنا بنقول هدفنا بالتعاون مع التربيه والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضه والازهر والافتاء التحول بثقافه الخطاب الديني العصري من ثقافه النخبه الى ثقافه مجتمع. ولكن الثقافه كالطفل والنبات تنمو نموا بطيئا قد لا يكون ملحوظا لكنه يضطرد. وانا بقول هدي كده نقاط، اين كنا وكيف صرنا؟ كانت الدولة لا تسيطر على 30% من المساجد، وكانت معظمها اما لاحزاب او جماعات. ايه الدليل؟ اديكم دليل واحد، لما جينا في ظرف كورونا قلنا هنغلق المساجد اغلقت، زوايا ومساجد. لو لم تكن الوزارة مسيطرة على المساجد كنت تقول اغلق الناس ما تغلقش، ولما قلنا الانضباط الناس انضبطت. ثم مع ذلك احنا بناخد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، والآن المساجد التي كانت الآن أنا بقوله ما فيش مسجد، إما الخطيب إما معين أو خطيب مكافأة. لما جينا في الأحداث قلنا نغلق أغلقنا، قلنا هنعمل تنظيم وكانت مسألة صعبة جدا، تمت الحمد لله نسيئة سواء في ضبط شؤون المساجد أو في العمل على تحسين أحوال الأئمة أو في العمل على تحسين استثمارات هيئة الأوقاف
بخطى ومنهجية مدروسة، ويمكن لمزيد من التفصيل في أي ملف أشرف مع حضراتكم في أي وقت وفي أي لجنة من لجان المجلس حتى لا أطيل على حضراتكم. بأشكر معالي السيادة المستشار الجليل رئيس المجلس، وبشكر حضراتكم جميعا، وإن شاء الله كل هذه كل الملاحظات أنا سجلتها في يعني بالكامل، وإن شاء الله أيضا محل عناية واهتمام سواء عن طريق التواصل أو لقاءات مصغرة مع السادة النواب الذين قدموا هذه الطلبات، ونؤمل أن نمضي جميعاً بمصرنا إلى الأمام. شكراً معالي المستشار الجليل، شكراً للمجلس المحترم. شكراً سيادة الوزير.